السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. زي ما عودتكم أنا اليوم بعمل أو برد على الأسئلة بتاعة الإخوة المتابعين على الموقع بتاعي اللي هو arafili.com. 95% منها حول الأمراض الجنسية الانتقالية وخاصة فيروس الـ HIV. السؤال الأولاني عندنا من واحد اسمه مسمي نفسه آدم محمود، بيقول حضرتك أنا اتبرعت بالدم في بنك الدم، وبعد لما اتبرعت تاني يوم طلع عندي ألم في الحلق. بدأ يحس بألم في الحلق بعد يوم من التبرع، بيسأل هو ده شيء مقلق؟ يعني ليه علاقة بمسألة التبرع دي؟ هل ممكن يكون اتنقل لي مرض من الأمراض الجنسية الانتقالية؟ الرد لا، ملوش أي علاقة، دي مجرد مصادفة. اللي بعد كده مين؟ واحد اسمه محمد بيسأل هل مشاركة الأكل مع مصاب بفيروس الـ HIV سواء بنفس الطبق أو نفس المعلقة الملعقة أو شرب من نفس الكاس أو هو قدم الأكل بنفسه بإيده ممكن ده ينقل العدوى؟ لا، مش ممكن ينقل العدوى. يعني أخونا جاي من على مقال طبعا مشروح فيه كويس قوي قوي إن الفيروس ينتقل فقط في العصر الحالي من بواسطة الجنس غير المحمي وبواسطة مشاركة الإبر مع شخص مصاب بالفيروس. ده ما بيحصلش طبعا إلا بالنسبة لمشاركة الإبر إلا بين مدمني المخدرات التي تؤخذ بالحقن، فما يتنقلش بهذه الطريقة ولا بغيرها من الطرق غير الطريقتين اللي أنا ذكرتهم دول. بعد كده دي الردود بتاعتي على الناس، بس خلينا نشوف أسئلتهم فين. محمود بيقول ايه؟ طيب ماشي يا محمود، مشكور على المجهود المبذول والمعلومات القيمة يا دكتور هلال، بارك الله فيك. أمين بيقول هل أذهب إلى طبيب آخر؟ يا دكتور تقريبا كان بيسأل سؤال ورديت عليه وكشف والقصة هي دي، والآن وبيسأل يروح تاني لدكتور مرة تانية. السؤال بتاعه يمكن هو سائل أكتر من سؤال أمين ده. أدي السؤال بتاع أمين أهو. دكتور سلام عليكم، أصبت بالسيلان البلعومي والتناسلي، أخذت مضادات حيوية اللازمة في حق من حقن ترياكسون وحبوب لمدة 7 أيام، لم يعد لدي سيلان تناسلي لكن ألم الحلق لا زال يصاحبني. ده أمين وكأنه اتواصل معايا أو لأن متذكر السؤال ده كويس. المهم هو بملحوظة هنا بيقول أنا أصبت بالسيلان البلعومي والتناسلي. السيلان التناسلي مقبولة، لكن البلعومي ده مفيش حاجة اسمها سيلان بلعوم. وأنا فاكر إن أنا رديت عليه لأن قلت له بالظبط من اسم المرض سيلان، يعني حاجة بتسيل. فهل في البلعوم حاجة بتسيل؟ لا، ده هو سيلان حاجة بتسيل من العضو الذكري بتاع الراجل أو المهبل بتاع السيد. فمن هنا مفيش حاجة اسمها سيلان في البلعوم. والراجل خد حبوب ترياكسون وتحسن، يبقى كده انت تحسنت من ناحية السيلان، خير وبركة. مشكلة البلعوم ديت بتاخد لها مضاد حيوي وتاخد لها فيتامين سي، ولو فيها احساس بالتحسس ممكن تاخد حاجة زي فيها ديكونجستانت زي النيوزيب او غيره من الادوية اللي بتتاخد لاحتقان السور وبتتحسن. لو بقى ما تحسنتش مزمنة بتعمل مزرعة حساسية من منطقة البلعوم من منطقة الحلق من الداخل وتشوف ايه هو المضاد الحيوي المناسب. محمد بيسأل بيقول السلام عليكم دكتور هلال، هل تحليل الأجسام المضادة لفيروس الـ HIV 1 و2 والأنتيجين B24 قطعي عند 28 يوم؟ نعم، الإجابة نعم، قطعي عند 28 يوم، وهذا هو رأيي، ولكن هناك آراء أخرى بتقول إنه قطعي بعد 42 يوم. إسلام رسالته طويلة شوية تبقوا تقروها أنتوا بقى كده بالتفصيل، راح
مع عند واحدة وعمل جنس غير محمي، خد دواء اللي هو تروفادا اللي هو البيب ما بعد الايه، يعني خد اللي هو بوست اكسبوجر بروفلاكسيز بعد العلاقة، خد هذا الدواء وفضلت ماشي عليه حوالي 10 ايام وانقطعت 7 ايام، وفي نهاية اليوم الثامن بعد الانقطاع قررت ابدأ كورس علاج جديد مدته 30 يوم كل يوم قرص وخلص. وبعدها قررت اعمل تحليل، وهو كان تحليل انتي بودي، وكان بعد 50 يوم. طيب يعني ده حاسبها يعني 50 يوم و6 ساعات من العلاج. وقررت بعد سلبية التحليل استكمال كورس العلاج الوقائي. طبعا العلاج هو خد العلاج مباشرة بعد ما تورط في هذه العلاقة، وبس خده زيادة عن اللزوم، زودها حبتين. المفروض ان انت كنت خدته خلاص الجرعة الاولانية اللي انت قلت عليها دي 10 ايام وكنت اكتفيت، وانت عملت التحليل بعد 50 يوم زي ما واضح هنا مع العلاج اللي انت خدته، يعني خلاص موضوعك منتهي تماما، يعني مفيش عدوى ان شاء الله وما تقلقش. هو بقى سؤاله يمكن في الاخر ايه سؤاله، هل محتاج اعيد التحليل؟ طبعا رديت انا وقلت لا مش محتاج تعيد التحليل، انت راجل واخد علاج واخد بالك، وبعد العلاج عملت التحليل ب50 يوم خلاص كفاية جدا كده. اللي بعد كده محمد بيقول، وده برضو انا شخص، اذا شخص مصاب بالاتش اي في وكان بيلعب كرة قدم، ادي الاسئلة بقى ماشي، وحصل له جرح خلال اللعب واتخبط بشخص تاني، حصل له جرح نازف واجى دم على الجرح الدم، هل ينتقل العدوى؟ قلنا ما ينتقلش. برضو جاي من على مقالة كيف ينتقل الفيروس، ما بيتنقلش الفيروس، لا ينتقل في الايام الحالية الا من خلال الممارسة الجنسية الخاطئة او تعاطي المخدرات بالحقن، ونادرا طبعا الاجراءات الاخرى اللي هي الحجامة والتاتو، يعني نادر الحاجات دي. انما مسألة بقى نقل الدم الملوث ده ما بيحصلش، مسألة ان الواحد يتعدي من ادوات دكتور الاسنان ده ما بيحصلش، مسألة ان الواحد يستخدم مقص او قلامة واحد مصاب برضو ما بتحصلش، لان عادة انت ما بتستخدمش هذه كده يعني في الشارع، بتروح ما واحد ماشي في الشارع تقول له اديني القلامة بتاعتك، طبعا لا، يعني انت بتستخدم القلامة الخاصة بيك، قلامة اظافر او المقص الخاصة بيك، وغالبا في البيت، وفي البيت ما حدش عنده العدوى يعني. فكل هذا الكلام من ناحية العملية ما بيحصلش، اللي بيحصل فقط هو المخدرات دول موجودين والممارسة الجنسية الخاطئة. شكت الإبرة بالخطأ، واحدة ممرضة بتشتغل في عنبر في مستشفى بتاعت إيدز، وشكت نفسها بإبرة بالخطأ، ديت بتبقى في فرصة، لكن ديت اسمها حاجة مهنية وعارفين يعملوا إيه. السؤال الثاني من أحمد، السلام عليكم دكتور، مارست علاقة، قلت لكم ما فيش سؤال بره الـ HIV، مارست علاقة جنسية، المهم القصة معناها ان الراجل اتعرض للعدوى، ايه السؤال؟ هل ينقل للإيدز؟ وطلعت لي حبوب بعد 10 ايام، الرد زي ما برد دايما تروح تعمل التحليل، ما اعرفش هيتنقل للإيدز ولا لا، لكن ممكن يتنقل للإيدز، فالحل تروح تعمل التحليل. رورو، السلام عليكم، هل التقبيل العميق لمدة 5 دقائق، هذا انت نفسك طويل قوي، في حد يقبل 5 دقائق؟ هل ينقل الايدز؟ لا لا ينقل الايدز، لا التقبيل العميق ولا التقبيل السطحي. وهل ضروري التحليل؟ لا ومش ضروري، وكمل حياتك عادي جدا جدا. فهد ده بيسأل سؤال بيقول، ده راجل تمام، ده ماشي حسب الاصول، كاتب السن والطول والوزن والحاله الاجتماعيه، وبيسال راجل فاهم، يا ريت كل الناس زيك يا فهد. قمت بعمل هذه التحاليل يوم 70 وايضا يوم 170، طيب الراجل عمل تحليل بعد 170 يوم سلبي؟ كلها سلبي، كلها سلبي، كويس كويس جدا، الحمد لله على السلامه، الحمد لله، احمد ربنا وما تتعرضش للعدوى تاني يا فهد.
السؤال بقى التاني بتاع يوسف، كم الساعة البث المباشر؟ والله هو ده سؤال اداني فرصة اقول لكم ان احنا بنعمل بث مباشر يوم الاثنين والجمعة الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر، والساعة 2 الظهر بتوقيت السعودية. ميزة البث المباشر انك بتسأل سؤالك بيترد عليك مباشرة، تقدر تسأله كتابة وتقدر تشترك معانا، تدخل وتسأل بالصوت او بالكاميرا كمان بحريتك الكاملة. فأدعوكم لحضور البث المباشر زي ما قلت يوم الاثنين والخميس الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر. يوسف، هل لو كان في دم على الورقة يتنقل؟ لا يا عم ما يتنقلش. الورقة أو أي شيء عليه دم ما بتنقلش العدوى. العدوى عشان تتنقل عايزة الفيروس الدم الملوث يدخل جوه الجسم، ما ينفع يعني مش بره الجسم. سؤال تاني يوسف، السلام عليكم يا دكتور، اخدت ورقه من طالب نفس القصه وخايف تكون ملوث. لا يا سيدي ما تخافش. بمن بتقول ما هي المده الكافيه لعمل فحص الامراض المنقوله جنسيه؟ المده الكافيه 1.5 شهر لجميعها بما في ذلك الاتش اي في فيروس الايدز لو هتعمل كومبو، انما لو هتعمل اجسام مضاده فبعد 90 يوم. السؤال اللي بعد كده واحد اسمه رورو، السلام عليكم دكتور، هل التقبيل ده بتاع التقبيل ده اوزر؟ كل واحد متخصص في نوع من الاسئله. التقبيل لا ما بينقلش العدوى، التقبيل لا تنقل العدوى. يوسف تاني، السلام عليكم دكتور، عملت تحليل الزهري وتحليل الكومبو بعد 86 يوم والنتيجه سلبيه، هل التحاليل قطعيه؟ قطعيه، 86 يوم هو المفروض بعد 90 يوم. وبخصوص الظهر، هل احتاج اعيد الفحص؟ لا مش محتاج، لان انت عملته بعد 86 يوم. لو انت عايز تعيد حاجه يبقى تعيد الاتش اي في تحليل الفيروس الايدز بعد 90 يوم، لكن لو انا مكانك مش هعيد واتوكل على الله. يامن تاني، يامن ده بيقول ايه؟ انا نفسي كويس يامن، يعني شوفوا اللي بيسأل سؤال يا ريت يختار اسم ويثبت عليه، ويختار اسم يحاول يحط اسم ثلاثي، يسمي نفسه باسم ثلاثي عشان يتميز، نقدر نرجع له ونقدر نفهم هو الراجل ايه اللي شغله، ايه المشكله اللي عنده. السلام عليكم دكتور، عندي سؤال، ما هي المده الكافيه؟ جاوبت ده يامن، هتلاقيه هو ادخال اشياء صلبه ليس عليها اي سائل من جسم اخر وهي خاصه بالمنزل. يعني واحد اتشك بحاجة خاصة في البيت، وانا متأكد ان حد ازاي بقى، يعني متأكد ان محدش استخدمها وليس عليها اي سائل وداخل البيت، هل اصاب بالايدز؟ يعني حضرتك جوه البيت عندك تقريبا اتشكيت بحاجة حادة او صلبة ليس عليها اي سائل وانت الوحيد اللي استخدمتها، متأكد ان محدش استخدمها، طب هيجي الايدز منين؟ ما فيش ايدز بيتخلق، هو الايدز او الفيروس فيروس كائن زي اي كائن لازم يتنقل من شخص لاخر. احمد، وده برضه ده هيكون اخر سؤال ان شاء الله. دكتور، هل هلال مساء الفل، هل الاجسام المضاده للايدز بتختفي؟ برضه سؤال مكرر الاف المرات، لا تختفي اذا كان الانسان مصاب. طب الدليل ايه يا دكتور هلال؟ هل عندك دليل؟ هل سمعته واحد مصاب بفيروس الايدز من الناس اللي مصابه ومتعايشه بفيروس الايدز، ها اللي بقاله 10 سنين مع فيروس الايدز او سنه او اكتر او اقل، هل سمعتم واحد منهم بيروح يعمل الاجسام المضاده ويطلع سلبي؟ مفيش، ده بالرغم انه بياخد الادويه الخاصه اللي هي الارت الانتي ريترو فيرال ثيرابي بياخدها ومع ذلك ما بيختفيش. طب هيختفي بقى، تختفي الأجسام المضادة إزاي؟ كده نكتفي بالأسئلة إلى هذا اليوم، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. اللي حب يسأل سؤال أو الموقع قصادكم arafili.com، يختار المقال المناسب ويحط السؤال بتاعه، وزي ما شفتوا بنرد على جميع الأسئلة في الموقع، وأحيانا بنعمل رد عليها هنا على القناة.
وبرضه نوصيكم بحضور البث المباشر يوم الاثنين والجمعه الساعه 1 الظهر بتوقيت مصر. واشوفكم جميعا وانتم بكل خير في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.